الأولى و إلى أين سيتجه الحكم؟ أي المرمين يختار؟ من أجل أن ننطلق وإياكم في ركلات الترجيح. على الغالب يختار المرمى من يمين السادة المشاهدين الكرام، يتأكد من الوضعية. الآن حراس المرمى يتحركون نحو المرمى، لأنه التحدي الأصعب سيكون على الحارسين دائما في ركلات الترجيح. مسؤولية كبيرة جدا على الحارسين، لكن ليس أكثر من اللاعب اللي ينفذ ركلة الترجيح. يعني ممكن حارس المرمى في المباراة هو إلى جانب المدافعين أكثر مسؤولية من المهاجمين، لأن المهاجم يضيع كل الفرص، وواحدة من الفرص يسجلها يصبح بطل في الفريق. حارس المرمى يتألق، أو المدافع يتألق، يخطي في كرة في النهاية سيكون هو سبب الخسارة. في ركلة الترجيح الحارس ليس مسؤول عن حالة الفريق، لكن من ينفذ ركلة الترجيح عليه أن ينجح. الركلة الترجيحية الأولى ناجحة الآن للبلانكو، نجح فيها سلطان سامي. سلطان نجح في من تسجيل الركلة الترجيحية الأولى. الآن الدوري يأتي على المرينجي في ترجيحية الأولى، والحارس البديل عبد الله الخيبري في مرمى ينتظر الركلة الترجيحية الأولى للمرينجي. عند محمد مران عند الترجيحية الأولى المرينجي، محمد يسدد ويتمكن من التسديد في نفس الزاوية اللي اختارها سلطان من البلانكو. إذا هدف لهدف في الترجيحيتين الأولى من الجانبين. الآن الترجيحية الثانية لفريق البلانكو. أمامها حارس المرمى سعد المختار، أيضا جاء بديل في شوط المباراة الثانية سعد المختار. الترجيحية الثانية للبلانكو. البلانكو يسعى للاستفادة منها سعد الموسى. الترجيحية الثانية يسدد سعد في نفس الزاوية أيضا، ثلاثة أهداف كلها جاءت في الزاوية نفسها. سعد الموسى تمكن من تسجيل الهدف الثاني وينجح في الركلة الترجيحية الثانية. البلانكو شوف الكرة مرة أخرى، التسديدة اللي جاءت في الزاوية اليسار. المرينجي عند الترجيحية الثانية الآن. تركي البكري أمام الخيبري، ساس يقول الخيبري ممكن ينجح في هذه اللقطة. تركي يسدد، لا والله ما نجح. تركي لعبها بشكل ممتاز وسجل. يعني الخيبري هو يستعد كذا، يعطيك إيحاء بأنه خلاص الكرة ما راح تفوت، لكنه نجح تركي البكري بالتسجيل الهدف، أصبحت هدفين لهدفين. ترجيحيتين ناجحة من جانب البلانكو وكذلك من المرينجي. الترجيحية الثالثة للبلانكو. اللاعبين كلهم نجحوا في الترجيحيات الأربع الماضية، مقسمة بين الفريقين ثنتين ثنتين. الآن الترجيحية الثالثة للبلانكو. بندر درويش، بندر والترجيحية الثالثة. بندر هل ينجح معه؟ بندر يعني شوف اللاعب اللي يضع مسافة قصيرة غالبا يفشل. بندر أها فشل، قلت لك اللاعب اللي يضع مسافة قصيرة دائما يفشل في ركلات الترجيح. يعني في ثلاثة أحذر منهم، غالبا راح يضيعون ركلات الترجيح. اللي يبقي بينه وبين الكرة مسافة قصيرة، اللي ياخذ مسافة طويلة أكثر من اللازم، واللي يتحرك ويتوقف قبل تنفيذ الركلة الترجيحية. هذول الثلاث في كرة القدم خذها قاعدة، غالبا يضيعون ركلة الترجيح. وهذا الآن قريب
من الركلة الترجيحية ينفذ كرة لكنه نجح في وضعها بالشباك. المريجي يعود لتفوقه في المباراة. المرينجي عاد مرة أخرى ليتفوق في المباراة بعد أن أهدر البلانكو. الترجيحية الثالثة المرينجي، الترجيحية الثالثة ناجحة، الترجيحية الرابعة للبلانكو. بلانكوس هو ترجيحية رابعة. سعد المختار إذا ما نجح مع هذه الترجيحية يعني أنه أصبح وضع البلانكوس مقلق. البلانكوس وترجيحية وهدف. الترجيحية الرابعة للمرينجي. الضغط بعد ما كان على لاعبين المرينجي، الآن كل الضغط على حارس المرينجي لأنه عليه أن يعيد فريقه. سعد المختار عليه أن يعيد البلانكوس لأن المرينجي عنده أفضلية إذا ما سجل. الترجيحية الرابعة، الترجيحية الرابعة للمرينجي. كرة تصوب وهدف. محمد حسن راح معها طبعا حارس المرمى عبد الله الخيبري لكنها جاءت كهدف. الترجيحية الخامسة إذا فشل فيها البلانكوس يعني أصبحت النهاية الآن في صالح المرينجي الذي كان بالأساس هو متقدما في غالب أوقات المباراة إلى أن تمكن البلانكوس من العودة في الثواني الأخيرة من شوط المباراة الثاني في الوقت البدل الضايع. الآن البلانكوس حمل كبير جدا، حمل كبير جدا على من سيسدد الترجيحية الخامسة وينجح في تسجيلها. ينجح الغامدي ويسجل الترجيحية الخامسة. المرينجي وفرصة الفوز بلقب عيش التحدي الآن مع الترجيحية الخامسة من أمام الخيبري. الترجيحية الخامسة من أمام الخيبري. هل ينجح المرينجي الذي كانت له أفضلية حقيقة في أوقات كثيرة في المباراة؟ كان بإمكانه وفي وسعه أنه يتوج باللقب دون الحاجة إلى ركلات ترجيح. الآن عند الترجيحية الخامسة من أجل أن يظفر بلقب مسابقة عيش التحدي. وكرة في المرمى، خلاص معها يحسم الأمر. لقب عيش التحدي لعام 2019 يذهب إلى صالح المرينجي. يسجل الهدف حسن سجل الهدف حسن جعام ومعها فريق المرينجي هو بطلا لهذه النسخة من بطولة عيش التحدي في نسخة رقم 11.